تاني فيديو جراب نفس القديم بالظبط. هتعمل ايه لو معاك صوره؟ وفي الغالب بقى في الغالب مش حد هيشتغل من مشروع ومعهوش صوره بلان اصلا. يعني اوكي ممكن يكون معاك بلان لكن مش حد هيشتغل من مشروع ومعهوش ولا بلان. فانت بنسبه 100% معاك بلان. هنمسك البلان دوت تعمل له دراج ودروب هنا. فين البلان؟ فين البلان؟ بعد كده تعمل له ايه؟ برضو نقي اكبر حاجة ينفع تعملها سكيل. يعني في الحالة دي ممكن يبقى ايه؟ بص يا جماعة ده ستاندرد بس ستيل ما ده ستاندرد ممكن يبقى مريح او ممكن يبقى مش مريح. فالستاندرد بتاعه مش مضمون شوية. طب ماشي ايه الستاندرد تاني؟ ممكن يبقى عرض باب. اوكي؟ وفي الحالة دي خدها بزيادة. يعني باب ده عرضه هيكون قد ايه؟ لا خليه متراوح. اعتبر ان هو باب المين. اعتبر ان هو باب بعرض الكوريدور. فاهم قصدي؟ خليه متر 10 بحيث ان بالحرف اللي على الجنب ده يبقى متر 20. ايه؟ ماشي ممكن افترض الطرق 120. بس في الحاله دي خلينا نتكلم على الباب دوت. الباب دوت افترض ان انا همسك ده واعمل ايه؟ سكيل. يا جماعه الحوض مش تنفع سبب واحد. مش ستاندرد خالص. وازاي الباب ازاي كلام مش فيه بان؟ مفيهوش ببان؟ ماشي افترضوا يا جماعه الموضوع اوفر اول زي كوريدور مثلا. اصل في فكره يا جماعه تكن سطحيته اصلا هو حاجه فيها فرايتي كبيره قوي. انت ممكن تلاقي في فيلا البان الحيطه 50 سم وفيلا الثانيه بان الحيطه 15 سم. فمثلا حيطه زي دي في الفيلا دي شايف التكنس بتاع دي مختلف تماما عن التكنس دي. هفترض ان انا هسكر على دي ولا هسكر على دي؟ ومش عارف دي كام ودي كام. فخلاص هسكر على حاجه ريفرنس بالنسبه لي اكتر. فاعمل سكيل هنا بالطريقه دي واخلي البعد ده مثلا متر 10 وانا ما بالكوريدور هيبقى متر 20. اوكي بعد كده حرك دي في اي حته الصوره بين الاربع وجهات دول بين الاربعه دول. حركها كده. اللي هعمله جديد سنه بقى. الصوره دي مختلفه شويه عن في الاليفيشن. اللي في الاليفيشن انت عاملها عشان ترسم جلاس وبعد كده تعمل ايه؟ ترميها. هنا في الغالب انت عايز هتقعد معاك شويه عشان في الغالب هترسم عليها البلان. ده يتم ازاي عشان تسهل على نفسك؟ امسكها واعمل لها حاجه اسمها بن. بن اليمنت يعني بتدبسها او بتثبتها بحيث انك ما ينفعش تحركها. بحيث انك لو بالغلط جيت تشدها هتلاقيها ما بتتشدش. اوكي؟ كمان حاجه عشان تسهل عليك، انت كده عملت لها بن ثبتها. اعمل كمان حاجه، في حاجه تحت هنا اوبشنز للسلكت. ريفت هي معمول لها بن، بس لو جيت تختارها بيختارها. ده ساعات بيكون سخيف ان انت بتبقى راسم حوائط واكسس وابواب وشبابيك وبتيجي تختار يختار الصوره معاك. انت مش عايزه يختار الصوره، انت عايز الصوره بالظبط تبقى زي باك جراوند، حاجه كانها مش موجوده بس انا برسم عليها. في الحاله دي في اوبشن تحت بيعمل حاجه اسمها ان سيلكت بند اليمنت. سيلكت بند اليمنت ولو دوست عليه يبقى عملت حاجه اسمها ان سيلكت بند اليمنت. الاوبشن ده تحت موجود هنا، هتشوف الفيديو اكتر شويه. في الحاله دي الصوره دي لو قربت ينفع تختارها؟ بس انت عامل ان سيلكت فمش هختار. بعد كده تبدا ترسم جريدز. الجريدز زيها زي ليفلز بالظبط، بترسم زي لاين الاوتوكاد. بس وانت بترسم هنا ارسم طبقا للي انت شايفه منطقي. يعني انا عايز اكس هنا مثلا. في كام مشاكل؟ للتسهيل عشان تعمل اكسس بسرعه انت مش عارف المسافات. ممكن تظبطها في نص الحيطه كده بالماوس. انت مش عارف المسافات فانت مش عارف هو الاكس اللي جاي على المسافه قد ايه. للتسهيل اعمل كوبي. يعني ايه كوبي؟ امسكه من اي حته وقول له انا هفترض الاكس الثاني هيبقى هنا. كده بقى في اكس ثاني. الاكس ده يبقى اسمه ايه؟ 1، الثاني ده يبقى اسمه 2 وهكذا. ممكن تمسكه تعمل له كوبي ثاني. وفي اوبشن عندك اسمه مالتيبل كوبي، انه يعمل كوبي زي الكاد، كوبي اكتر من مره. في الحاله دي ممكن تمسكه وتروح عامل كده. وممكن تدوس شيفت وانت بتتحرك. بص يا جماعه وانا بعمل كوبي او موف عندي اوبشن اتحرك في اي دايركشن. شايفين؟ لو دوست شيفت في الكيبورد شيفت زي الفوتوشوب وزي اف 9 في الكاد بقيت هورزونتال او فيرتيكال. بس في الحاله دي دوست شيفت وحركه كده.
بعد كده 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 انت عملت جريدز الايه الهورزونتال فضلت تعمل جريدز الايه سوري عملت الفيرتيكال فضلت تعمل ايه هورزونتال هترسم اول جريد في الدايركشن الثاني بامر جريد او بشورت كات جي ار ترسم اول جريد بس تجري ان جريد دوت قبل ما تكمل وده مطلوب قبل ما تكمل هتمسك دوت تسميه ايه ليه بتعمل كده عشان يكمل على طول جاب بي سي وهكذا في الحاله ديت لو مسكت دوت ونزلته مثلا شويه عشان يبقى في نص الحيطه بعد كده هتعمل له كوبي مالتيبل كده وممكن لو انت عندك حاجه بره الارض مثلا سور او حاجه عايز تقفل الارض اقفلها مش مهم خلاص كده انت عملت جريدز الهورزونتال والفيرتيكال نفس الكلام في جريدز لو عندك تو جريدز قريبين من بعض ممكن تمسك اي واحد وتكسره الكسره دي نفس الكلام في جريدز لو عايز جريدز تبان في الاول او في الاخر ممكن تدوس هنا في اديت وتشغل حاجه اسمها سامبل اند تو اوكي فتلاقي في الاول وفي الاخر اتفضل لو انا مش شايف لا جهاز فوتوشوب مش حل هنا اوكي ينفع على الاوباسيتي بتاع الصوره اتحكم فيها هنا لا الصوره بتنزل عايز تتحكم فيها ممكن تجهزها فوتوشوب قبل ما تنزل اوكي نعم انسى ملهاش حل اظبطها قبل كده بس في الغالب يا جماعه في الغالب ايه هو ارك ديلي مش هيحط صوره مشدوده يعني انا مش هصدق لو في ايه يعني عمره ما يحط صوره بايظه اصل البروجكت مطلعه اركتكت ومحطوطه على اقوى سايد اركتكت وغالب الصوره مش هتنزل مضروبه طولها العرضها مشدود مش هتحصل اوكي وهو هنا اصلا ما بيسكرش صحيح ده كمان نقطه هو هنا عمره ما بيسكر اوكي اوعى تكون بتقول الكومنت ده عشان الصوره هنا مشدوده انا السكرين عندي عدله هنا مشدوده ماشي صحيح مشدوده بس انا ما خدتش بالي ان عندي عدل لا ما بيسكرش في دايركشن واحد بيسكر في تو دايركشنز على طول حاجه بقى معايا اوكي اخر حاجه كنوع من انواع البرزنتيشن بس سنه كده ينفع في ريفت انا همسك الصوره دي هخفيها مؤقتا عشان اوريك حاجه كنوع من انواع البرزنتيشن اوكي في الجريدز ينفع تخلي اللاين دوت ما يبقاش مكمل تمسك دوت وفي الايديت تايب في حاجه اسمها سيجمنت سنتر شغالها حاجه اسمها كونتينوس ينفع تشيل كونتينوس وتخليها نون ده معناه كده فايه اللي يبان؟ يبان لك والكلاس يبان كويسه فاضيه في النص هيبان لك حرف جريد وفي النص يبان فاضي ده كويس تايب اوف برزنتيشن تاني ساعات بيبقى شكله احلى انك تخليه بالشكل دوت بس تخلي مثلا اللي بره ما تشتغلش بنون تشتغل بحاجه اسمها كاستم تخلي اللي بره اللي هو الحروف اللي هي الاند سيجمنت الثيكنس بتاعها 2 مثلا وتخلي اللي جوه الثيكنس بتاعها 1 بس لونها جراي فاتح قوي في الحاله دي ابلان اعمل كده فاهمين الفكره اللي بره ده يبان تقيل واللي جوه يبان خفيف فشكل البلان يبان عدل معاك شويه حد كده في الاول اوكي كده في مشاكل عند حد يعمل ليفلز وجريدز تاني دي بتتعمل في دور واحد ما بتتعملش في كل الادوار حاجه كمان لو بصيت في اي واجهه هتلاقي زي الوركينج موجود الاسقاط بتاع الجريدز دي يعني في الواجهه دي باين 1 2 3 في الواجهه العموديه عليها اللي هي الايست هتلاقي باين اي بي سي دي فاهمين قصدي اوكي حد كان رافع ايده هنا اتفضل عايز صوتك شويه بس عشان في ناس بتتكلم هنا حلو انا هنا من شويه في البلان اوكي هنا من شويه في البلان دلوقتي بعرف امسكها الاول امر هنا اسمه unselect bend element في الحاله دي مش عارف امسكها دوس عليه كمان مره هعمل select bend element يعني هو الامر بيشغل وبيطفي حاجه تاني اوكي المطلوب منكم انا هراجع تاني عشان بس تركزوا شويه اوكي اول حاجه الفيديو الاولاني بتاع ستارت نيو بروجكت اللي كان في الترم الاولاني لازم تسمعه عشان تعرفوا تشتغلوا اول جزء اوكي فبدانا هتلاقوا فيه كمان شرح ليفلز وجريدز سبايدر مان انمي اوكي تاني حاجه البروجكت بتاعك بتتفرج على الصور بتاعته
كلها لحد ما تتحول. اتفرج على الصور مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. انا بفضل في بعض الحالات تطبع الحاجات المهمه منها. لو حاجه عايز تسكتش عليها، عايز تفكر في حته فلات، اطبعها. بس عموما البروجكت هياخد على الاقل على الاقل تلت ساعه بيتذاكر. بيبقى ممل قوي انك مش عارف تعمل حاجه عشان مش فاهم المشروع اصلا. بيبقى صعب انك تعرف تقرا مصادر او مش متخيل 3 دي فين، هو اللقطه دي جايه منين واللقطه دي جايه منين. هتلاقي نفسك شايف حاجه في البلان وتلاقي 3 دي مختلف شويه. هتتفرج على اول فيديو، هتراجع او هتذاكر البروجكت. في فيديو هيترفع بتاع موديفايرز، مش فاكر رفعته الترم الاول ولا لا. لو رفعته يبقى هو نفس الفيديو. هعمل لكم شير للينك تاني على كلاس روم. اوكي؟ فيديو موديفايرز هتتفرج عليه، يبقى كده في قديم تو فيديو هتتفرج عليه. الجديد اوكي؟ هتتفرج على الفيديو دوت وتعمل الليفلز والجريدز بتاعت البروجكت. اساينمنت 1 تاسك رقم 1 عباره عن انك هتسلمني البروجكت موجود فيه في البلان الصوره مرسوم عليها الجريدز، وفي الاليفيشن في صوره او مفيش صوره بس في الليفلز. اوكي؟ فتاسك 1 عباره عن ايه؟ ليفلز وجريدز. حد تاني او مش فاهم ازاي؟ ممكن معايا ثانيه؟ ممكن الصوت؟ اوكي؟ حلو السؤال ده. المبنى لو كذا بلان بنعمل الجريدز للبلان ولا كل البلانز؟ في دقيقه كده هقول حاجه، انت عملت جريدز دي دلوقتي في ليفل كام؟ جراوند. لو رحت فيرست هتلاقيهم موجودين، لو نزلت بيزمنت هتلاقيهم موجودين. اوكي؟ هتقول لي بس وهم مختلفين. هقول لك بتمشي على الكومنز. يعني طبيعي يا جماعه الموضوع في المشروع هي الاكسس واحده، وفي الغالب الاكسس بتتعمل على اول دور. ليه الاكسس بتتعمل على اول دور؟ لان طبيعي الاعمده هتطلع من تحت، مش هتيجي من فوق وتقطع. اوكي؟ فطبيعي الاعمده هتيجي من تحت. امال ايه اللي بيحصل فوق؟ بتقل. يعني ممكن الاقي الجريدز دي موجوده وفي الدور اللي فوق تبقى الفيلا واخده المستطيل ده بس، الحته دي بس، مش واخده الباقي. فحاجه الفيلا قلت بس الجريدز كامله، فالجريدز هتعمل لليفل واحد لان هي بتبان في كل الفيوز. ده اول سؤال. كان في حد عايز سؤال هناك؟ كان في حد عايز سؤال هنا؟ اوكي ضن. حد عنده مشاكل في دوت؟ اوكي الاكس في الغالب هماشيه في نص الحيطه في الغالب. تاني احنا مش بنخرج شوب دروينج، بس ممكن اقول لكم حاجه كويسه قوي في ريفت حتى لو بتخرج شوب دروينج. معايا شويه؟ اوكي. ريفت مش بيسناب، بس ريفت بيحس بالزوم بتاعك بحيث ان الدايمنشنز تطلع عدله مش مجمعين. لو انت شغال فايل كات وبترسم لاينز والسبيس بين اللاينز هيطلع بعد 3.3.2.1. كاد ما عندوش مشاكل، بيعملها عادي. ريفت لو جيت تفكر فيها هتلاقيك لو انت بترسم حيطه ومش باصص وعامل زوم اوت ورسمت حيطه كده من غير ما افكر، الحيطه دي لو قست بعدها هتلاقي حاجه ستاندرد. بعدها كام؟ 8 بالظبط. ليه 8 بالظبط؟ هو بيحس بالزوم. انت بعيد فيعتبر ان كل حركه ماوس بمتر او السناب بتاعك، هو مش بيسناب بس كل، خلينا نقول كل بيكسل هيعتبر انك بتحرك متر. اوكي؟ لكن لو انت عامل زوم ان وجيت ترسم نفس الحيطه هتطلع مش مظبوطه قوي بس في الاخر اللينث منطقي متر 90. ليه ما عملش كسور؟ اصل انت عامل زوم يعتبر قريب شويه بس مش قريب قوي، فبدا يدخل 10 سم 10 سم. طب عامل زوم قوي 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 هتلاقي حتى وانت بترسم كده هو بيخليها كام؟ 240. ما بيخليهاش 241 242، فاهمين قصدي؟ فهو اوتوماتيك بيديتكت السكيل طبقا لكميه الزوم بتاعتك. ففي الغالب حتى لو انت بتعمل جريدز بطريقه انك بتعمل لها كوبي او بتعمل لها موف، في الغالب هو مش هيطلعها متكسره اللي هي البعد يبقى متكسر قوي، هيطلعها لو قست دايمنشن منطقيا تتقس. بس ستيل بفضل. اوكي؟ وانت بترسم دول وعايز تعمل كوبي لجريد جديده لجريد 4، وانت بتعمل كوبي كده لو لقيت مثلا ان عشان نص الحيطه يتعمل هتبقى يا 2 متر يا 2 متر 5، خليها 2 متر. يعني افهم على طول ان السكيل بتاعك ممكن ما ظبطش سنه، خلي الدايمنشنز كبيره عشان تسهل عليك في الرسم.
حد تايه في النقطة دي؟ اوكي انا كده خلص، شكرا ليكو. انا خلصت النهاردة بدري واحنا هنثبت على كده على طول، والبريك لحد يعني مش عايز ان هو يشتكى. انا هوقف يا جماعة دقيقة.